نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أدركت صلاة الصبح مع الجماعة، أدركت الركعة الثانية من صلاة الصبح مع الجماعة، فكيف أصلي الباقي؟ هل أصلي الركعة الباقية جهرا أو سرا؟ لا بس يجوز تقرأ جهرا، يجوز تقرأ سرا، الأمر واسع فيها. نعم. يقول فضيلة إلا إذا كنت تشوش على من بجانبك، تشوش على الحاضرين، تقرأ سرا. نعم.